علي زين العابدين بن الحسين السجاد عليهم السلام، إمام أهل البيت في عصره وزمانه. يوجد في هذا الجامع المبارك حجرة نزل فيها الإمام علي زين العابدين عندما أوتي به وأهل البيت بعد معركة كربلاء. الإمام علي زين العابدين بن الحسين خرج ذات يوم ومتوجه إلى الكعبة. هذا الرجل كان يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة. لا تقول لي كيف وبحسبها بالدقيقة، ابدأ واضب على 11 ركعة صلاة الوتر ستبدأ تفهم هذا الكلام، هذا كلام عمل. دخل إلى المسجد وعليه السكينة والهدوء وصلى ودعا الله وعبده، ثم خرج. عند خروجه تلقاه رجل من الذين في نفوسهم شيء على أهل البيت والعياذ بالله، وهذا من النفاق. فلما رأى أمام الناس قال: أنت الذي يدعونك تدعى بزين العابدين؟ قال: نعم. قال: أنت شين العابدين. يقول لي: من هذا الكلام؟ أنت الفاسق، أنت الفاجر. وأتى بكلام مقدع فاحش يخاطب به الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام عصره وزمانه. فغضب بعض الناس الذين مروا وسمعوا الكلام، قال: دعوا يكمل، دعوا الرجل يكمل. لما انتهى الرجل من كل ما عنده المسلسل الشتم كل العريضة اللي معه، أقبل عليه سيدنا علي زين العابدين، قال: يا ابن أخي، أما وكل الذي قد ذكرت فيه. وما خفي عنك أعظم، ألك حاجة أقضيها لك تلقاء نصيحتك التي بذلتها تحسنت لي نصيحتي. بكى الرجل، قال: أشهد أنك ابن رسول الله، سامحني يا سيدي، لقد أغراني القوم بشيء من المال، قالوا لي: إن أنت أغضبت علي ابن الحسين وجعلته يجهل عليك، يجهل يعني يغضب يشتم، سمي جهل عند العرب، جهل يجهل عليك، أعطيناك 1000 دينار من الذهب. فتبسم مرة ثانية. تعرف تتبسم عندما يسيء إليك أحد، هذا أول شيء تعمله عمليا، كل ما يسيء إليك أحد تبسم في وجهه، مدة التبسم استحضر حالك مع الله، فكر ما الذي يرضي الله في الرد قبل أن ترد. تبسم مرة أخرى وقال: أهذه؟ بس على 1000 دينار؟ قال: نعم. قال: أما ولو أخبرتنا لا أعطيناكها دون أن نحوجك إلى أن تغضبنا فنجهل عليك، هل عندنا 1000 دينار؟ أعطوه 1000 دينار. سمعت؟ لا تقول ذاك علي بن الحسين الذي أعطاه يعطي. هي أخلاق، هي إرث هذه الأمة، هي سمو المعاملة مع الله عز وجل. انظر كيف ادفع بالتي هي أحسن، ترجمت عملا. سيدنا علي زين العابدين دفعها بالتي هي أحسن، ماذا أثمرت؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد.